بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. كل يوم في رمضان بننزل بنلف في كل شوارع ومحافظات مصر ندور على الناس الطيبين العمال الجدعان اجمل ناس في مصر عشان نقول لهم شكرا، وهم بيشيدوا وبيبنوا مشروعاتنا القوميه اللي بيبنوها في عز نهار رمضان. والفقرة الثانية بكون معاكم فيها برضو باقي محافظات مصر، بنلف ونشوف الناس الطيبين وبنحاول ان احنا ندخل البهجة والسرور لقلوبهم ولبيوتهم. مساء الفل يا رجالة، رمضان كريم. عاملين ايه؟ كويسين؟ طب الحمد لله. النهاردة احنا هنروح قرية شرشابة. قرية شرشابة دي محطة تكلفة 200 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة. المحطة دي يا جماعة بتخدم 25,000 نسمة، فيها 12 حوض تجفيف وحوض تهوية ممتدة ومقامة على مساحة 7 فدادين تقريبا. مشروع جميل يا جماعة جدا. فايه رأيكم نروح على هناك؟ نطلع برضه على الطريق الزراعي. يلا احنا في طريقنا دلوقتي لقرية شرشابة، هنحاول نصلي صيام زمايلي الاعزاء المصورين والفنيين اللي موجودين معانا في العربية واللي بسألهم كل يوم اسئلة ومسابقة ومحدش فيهم بيجاوب عليا للأسف الشديد. جاهزين النهاردة؟ في رمضان السنة دي مسلسل حلو قوي بيتعرض اسمه امبراطورية ميم. قصة امبراطورية ميم قصة جميلة كتبها الاستاذ الكبير احسان عبد القدوس. امبراطورية مين اتعمل فيلم قبل كده؟ كان سنة كام؟ محدش يبص. 1978. امبراطورية مين؟ لا 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 78، 178 غلط. 85 يا دكتور. 85، 185 غلط. 76، 72. 76، 176. 72. 172. انا قلت 72. انت بصيت في ورقة. لا مفيش حاجة. لا بصيت. بصيت. بص 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 بص. انا اللي قلت، انا اللي قلته. انت قلت ايه؟ انا قلت 72. هو 72 هو الفائز النهارده. اسمك ايه؟ حسن يا دكتور. حسن، مصور البرنامج. مبروك يا حسن، فزت معانا ب 1000 جنيه النهارده عشان جاوبت صح. مبروك لحسن. انا اللي قلت يا جماعه، مش هو يا جماعه، انا اللي قلت. وادي يا حسن 1000 جنيه هديه الجائزه. برافو عليك، الف مبروك يا حسن. هتعمل ايه ب 1000 جنيه يا حسن؟ لسه هشوف بقى دكتور بقى اجيب. لا الناس دي هتقطعك. مش هنزل من العربيه. لسه هشوف. هتعزمهم بالفطار النهارده؟ هعزمكم النهارده كلنا وانا معاكم. ماشي يا دكتور. احنا عندنا سفريتين. ماشي؟ ماشي يا دكتور. خلاص؟ الفطار عند حسن النهارده يا رجاله. يلا كمل على طول يا عمور. يلا بينا. انا عند حسن على مين؟ انا عايز اقول لكم حاجه بقى جميله يا جماعه. النهارده يعني انتوا عارفين كلكم ليله القدر. فان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل مننا صالح الاعمال كلنا. واحنا عايز اقول لكم حاجه، احنا كلنا خارجين يعني ده بنعتبره تجاره مع الله اللي احنا بنعملها دي، ان احنا بنروح لناس طيبين ونقول لهم كل سنه طيبين، فده تجاره مع الله. فانتوا كده بتاخدوا فيها ثواب كلنا، ربنا يتقبل مننا جميعا. فان شاء الله في ليله القدر اولا بقول لكل الساده المشاهدين كل سنه طيبين وربنا يتقبل مننا جميعا يعني صالح الاعمال في هذه الليله المباركه باذن الله ان شاء الله، فهي خير من 1000 شهر. وكان في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما بيوصينا بدعاء جميل جدا في ليله القدر، فيلا بندعي كده: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه طيبين، وان شاء الله بقى ايه نرجع نفطر وبعدين كل واحد بقى ايه يقوم الليل بقى النهارده في ليله القدر، فهي خير من 1000 شهر باذن الله ان شاء الله. كل سنه طيبين جميعا. يا رب ليله مباركه علينا على مصر كلها وعلى كل الناس يا رب في كل مكان باذن الله. يا رب يشفي مرضانا يا رب، ويرحم موتانا يا رب العالمين، ويجبر بخاطرنا يا رب، ويحقق كل امنياتنا يا رب، ويسعد كل انسان يا رب، ويحقق لكل انسان سؤله يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين.
وصلنا يا جماعه. يلا بينا يلا بينا يا جماعه. ده المشروع ده. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ رمضان كريم. الله يكرمك. انسان طيب. ده مشروع ايه؟ مشروع محطه معالجه بكاليتش الشاب. اتشرف بحضرتك. توسع حمزه نعمان رئيس الوحده المحليه بشرشاب. اهلا بيك. تسمح لي نخش نبص ونشوف الاخبار ايه وشو. في شغل النهارده ولا انتوا اجازه عشان رمضان؟ لا في شغل ان شاء الله. مش شغالين؟ شغل مستمر. طيب اتفضل كده. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف بحضرتك. مع حضرتك ايمن سعيد من عمال الموقع. بتعمل هنا ايه وظيفتك؟ شغال حداد مسلح. انتوا بتعملوا هنا ايه واللي بقى؟ بنعمل محطه تجديد المحطه ان شاء الله في اعتبار محطه كامله باذن الله. ما شاء الله. وانت ايه النشاط ده كله بتاع رمضان؟ الله يرحمك. الحمد لله اساسا من الشرقيه. هتفطر فين النهارده؟ مقيمين احنا هنا. احنا خلاص الفطار قرب. لا ما احنا مقيمين هنا ان شاء الله. تفطروا هنا؟ مقيمين هنا ان شاء الله. عرفني زمايلك جوه لو سمحت. اتفضل. شغالين كل يوم انتوا؟ شغالين كل يوم. الله. السلام عليكم يا رجاله. رمضان كريم عليكم جميعا. هتشرفونا هنا شويه كده نتعرف عليكم. اتفضلوا اتفضلوا. معلش هعطيكم خمس دقايق. خمس دقايق بالظبط. اتفضلوا. اتعرف عليكم بس كده ونقول لكم رمضان كريم. المعلم عادل فورمان النجارين. معلم عادل اهلا بيك. ازيك يا استاذ عمرو؟ انت ماسك هنا ايه يا معلم عادل؟ النجاره والحداده. مقاولات نجاره والحداده. انتوا بتعملوا بقى شغالين من الساعه كام يعني؟ بنشتغل من الساعه 5. من الساعة 5 الفجر. 5 الصبح. نصلي الفجر ونطلع الشغل. ما شاء الله. والله حاجة جميلة. تفطروا فين؟ نفطر في البيت. في البيت. مقيمين هنا. تعرف بحضرتك. عبد الحميد نجار. نجار. منين؟ من الشرقية. الشرقية. جمال حداد من الشرقية. حضرتك. عبد الخالق من الشرقية. حداد. محمد محمود من الشرقية. الشرقية. وصل عبد الرؤوف من الشرقية. برضه من الشرقية. أهلا وسهلا. منصورة. عبد الراغب منصورة. عندك أولاد قد إيه؟ نعم. عندك أولاد قد إيه؟ عندي ثلاثة. مين ومين ومين؟ السيد وإسلام وحلمان. طب يلا بعت لهم رسالة بقى أهو. حبايبي حبايبي ونور عينيا. حبايبي كلهم وأحمد وآدم. تدعي لهم تقول لهم بقى إيه؟ ربنا يبارك فيهم وتطلعوا. بيت القدر تقول لهم. ربنا يبارك فيهم وبارك في حضراتكم يا رب. يا رب إن شاء الله. نورتونا. دعائك إيه في بيت القدر؟ دعائي ليلة القدر إن الناس كلها تبقى بخير. دعائك إيه في بيت القدر تعرف عليه؟ الله علي علي كمان. من شرقية. يعني نتمنى أن نكون في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يا رب. إذا يفلت القدر. ربنا يكشف الغم عن المسلمين. يا رب العالمين. أتشرف فيك. المنصورة على المسلمين إن شاء الله. اسمك إيه؟ أنا مظلوم الشحات محمد سالم. منين؟ من المنصورة. أهلا وسهلا. شغال هنا إيه؟ تشتغل إيه؟ نجار إن شاء الله. ما شاء الله. وحضرتك اسمك إيه؟ حامد فوز. منين حضرتك؟ من شرشابة. منين؟ تشتغل إيه؟ مشرف فني في المحطة هنا. ما شاء الله. دعائك النهارده إيه بنت الأدب؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين. مصطفى محمود علي من شرشابة برضه. أهلا وسهلا. أهلا بيه. عندك أولاد قد إيه؟ ثلاثة. مين ومين ومين؟ محمود وياسمين ومحمود. طب عايز عليهم بقى عشان ليلة القدر النهارده. ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويخليك ويخليك يا باشا. تدعي النهارده في الفطار تقول يا رب ايه؟ يا رب انت يا رب ارزقنا ويرزق المسلمين كلهم. يا رب العالمين. وحضرتك؟ السيد سالم. منين؟ كفر حسين. سهل هنا ايه؟ حداد. تدعي النهارده تقول ايه؟ طلباتك ايه يا رب؟ عايز ايه؟ يا رب كرمنا وارزقنا واصلح في حال عيالنا. يا رب. والمشروع ده ما شاء الله انتوا شغالين فيه. انا شايف شغل جميل جدا. تسمحوا لي بقى خمس دقايق كده انا ايه هسلي صيامكم بفوازير. تحب الفوازير؟ وفي جوائز مالية لطيفة يعني إن شاء الله بإذن الله. ماشي. السؤال الأولاني، مين هو بطل فيلم عنتر ابن شداد؟ مين؟ فريد شوقي. 1000 جنيه لحضرتك. كل سنة وأنت طيب. 1000 مبروك. السؤال الثاني، مين هو بطل مسلسل الحاج متولي؟ مين أول واحد قال؟ مين أول؟ نور الشريف. 1000 جنيه. 1000 مبروك. كل سنة وأنت طيب. طيب ايه اللقب اللي بيطلق على محمود عبد المنعم كهربا؟ كهربا كهربا كهربا. بيطلقوا عليه لقب ايه؟ كهربا. الفولت العالي. ها؟ ايوه الفولت العالي. مبروك. 1000 جنيه دي من البرنامج. انت مذاكر كويس. سقفوله بقى الراجل ده. وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي السابق كان بيلبس رقم 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ده 10. 1000 مبروك. طيب الكابتن خطيب كان بيلبس رقم كام؟ 10 10 10 10. اللي جاوب ما يجاوبش تاني. اللي فات فزت ولا ما فزتش؟ فزت؟ لا لسه؟ طيب قول لسه. طيب حد عارف الكابتن حسن شحاته كان بيلبس رقم كام؟ 14. مظبوط. مبروك. 1000 جنيه من البرنامج. ابوه كان حارس مرمى. احمد شوبير. ايه ده؟
1000 جنيه مبروك. طيب شريف اكرامي بعد ما اتنقل من نادي الاهلي راح نادي ايه؟ بيراميدز. مبروك عليك 1000 جنيه. مين هو المعلق الرياضي اللي كان بيقول على اللعيبه خصوصا المهاجمين ده من مواليد منطقه الجزاء؟ مين اللي قال؟ مين شربيني؟ انا اللي قال. مبروك عليك 1000 جنيه. طيب السؤال الاخير اللي كسب يبقى يبعد ده عشان اللي ما كسبش نساله. لا اللي كسب خلاص هيكسب تاني. اخر سؤال قول لنا ثلاث معلومات عن المشروع اللي احنا واقفين فيه. قول. محطه صرف صحه لمعالجه الميه. ماشي. عشان الارض زراعيه. ماشي. ايه كمان؟ واستكمال المحطه القديمه. طيب الف مبروك 1000 جنيه للبرنامج. ماشي يا دكتور. كل سنه طيبين جميعا. انتوا بتعملوا عمل عظيم. انتوا اجمل ناس في مصر. عايزين نصور معاك سيلفي. نصور سيلفي يلا كلنا. خدونا سيلفي يلا كلنا. معلش بعد اذنكم يعني. يلا اتفضلوا. رمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله. وربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب ويستركم ويجبر بخاطركم ويجيب لكم الخير في هذه الايام المباركه وهذه الليله المباركه باذن الله ان شاء الله. اشوفكم على خير في صحه وستر وسعاده. واسيبكم وانتوا بتبنوا وبتعمروا في البلد. انتوا اجمل ناس في مصر. رمضان كريم. سلام عليكم. لا تنسونا بالدعاء. سلام عليكم. زي ما شفنا هذا المشروع الجميل اللي بيتبني. مشروع صرف صحي عظيم يخدم مجموعه من القرى هنا في قريه شرشبه. من ضمن مشروعات حياه كريمه. شيء جميل ان العمال الجمال دول هم اللي بيبنوا وبيعمروا. هم دول اجمل ناس في مصر. حلقتنا فحب من الناس النهارده في ليله القدر مستمرة في محافظة محافظات مصر. تابعونا بعد الفاصل. الصدقه مش دايما فلوس. يعني لو اشتريت كام كرسي وحطيته في المسجد هتاخد اجر كل واحد هيصلي عليه. ولما تحط على الشباك اوضتك كوبايه ميه او طعام عشان العصافير تشرب وتاكل. ولما تحوش جزء من مرتبك عشان تكفل يتيم. لما تلاقي حيوان في الشارع جعان وتاكله. ولما تلاقي طفل بسيط او فقير وتساعده. ولما تبتسم للناس وترد عليهم بكلمه طيبه. كل دي افكار عشان تزود الصدقات. ربنا يجعلني انا وانتم من اهل الصدقه في رمضان وبغير رمضان. قولوا امين. السلام عليكم. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. رسام طيب. انت تمام يا باشا. رمضان كريم. الله اكرم. عامل ايه؟ الحمد لله. اتشرف بحضرتك. انا عطلتك معلش. ولا يهمك. انت سمعت ايه الحياه؟ انا اسمي عمرو الليسي بشتغل في عمرو الليسي. استاذ عمرو الليسي. ازيك يا باشا؟ ازيك انت؟ اسمك كريم ايه؟ احمد سليمان محمد حسن. ازيك يا عم احمد؟ عندك كام سنه؟ 63. اشتغل ايه؟ شغال هنا وعلى المعاش. دخل كام شهري تقريبا؟ 3800. قول لي بقى انت عندك عدد قد ايه؟ بتتجوز ان شاء الله. تعالى كده تعالى كده. هتتجوز السنه اخر السنه. تعالى كده تعالى كده. بعد رمضان. بعد العيد ان شاء الله. بعد العيد. اولا رمضان كريم عليك. الله اكرمك. وربنا يكرمك. وعملت ايه بجهازها؟ لسه شويه فاضل لنا حاجات بسيطه. جابت السجاد بدل المشايات والحاجات الثانيه الستاج. بس انت عارف انا ماشي دلوقتي. عجبني كده انك انت واقف ما شاء الله يعني. 63 سنه. هوريك البطاقه. لا مصدق. استاذ عمرو وانا بشوفك في التلفزيون. قول لي بقى تدعي ربنا بقى على الفطار كده في رمضان. تقول يا رب عاوز ايه؟ يكرم الامه الاسلاميه كلها والشباب كله. يا رب يكرمك. عندك عدد قد ايه بقى؟ اسماعيل وامل.
اسماعيل عنده كم سنة؟ 22. بتصرف بقى يعني ال 3000 دولار بيصرفوا ازاي بقى؟ ايجار وبقعد للبيت عشان هي قاعدة عند عمتها. بس هو الهوب ما تلاقوهمش يومين ثلاثة ما تلاقوهمش، وبدفع ايجار 600 جنيه تبع المطعم على حسابه. تشتغل في مطعم في عمل؟ بقى هقعد على المعاش، هقعد اعيا؟ ما احبش اقعد. فعلا القعدة تعيا؟ اعيا. بس يعني اظن كل واحد يطلع المعاش لو قعد يموت. ما تزعلش مني، القعده بتتعب الواحد السن الكبير بالذات. طب ويومك في رمضان بيمشي ازاي؟ عادي، باجي اوضب الصاله والناس تيجي تقعد وامشي بعد الفطار. تفطر هنا؟ بفطر ساعات في البيت، اسوق ليه وافطر في البيت. يعني الفطار ايه خفيف عشان ما تيجي تصلي التراويح والعشاء تبقى ايه الواحد ما ينامش بعد التراويح هياكل. طيب بص، الحقيقه انا كنت ماشي وشفتك فقلت عايز اهديك هديه. دول 5000 جنيه هديه مني ليك. شكرا. شكرا. لا مش هشوف. هتعمل بيهم ايه؟ هديهم للبيت تكمل شوارها. يعني عشان تتجوز على العيد بقى. ايوه. متجوزين في العيد بقى ان شاء الله. ماشي يا استاذ عمرو. مش عايز حاجه؟ شكرا يا استاذ عمرو. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا استاذ عمرو. ربنا يعود عليك بخير. رمضان كريم عليك ان شاء الله. شكرا يا استاذ عمرو. السلام عليكم. زي ما شفنا يعني هو نموذج جميل للراجل المكافح، الراجل اللي بيعرق وبيتعب. الشغل مش عيب انه يشتغل عامل نظافه، لكن العيب ان هو يقعد في البيت ما يشتغلش وما يلاقيش يصرف على نفسه. لزي ده لازم نحترمه ونقدره ونشكره ونقول له كتر الف خيرك على اللي انت بتعمله. ربنا يكرمه ان شاء الله ويكرم الجميع. ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله في حلقه جديده واحد من السلام عليكم.